حبيبي ابو حميد اسمك البوب. انت بتناديني عشان ايه؟ عشان الشوفر من لسه جاي ده دلوقتي. الصيادين ايه؟ الصيادين لسه جايين دلوقتي. طب اسيبك اقعد معايا مع الصيادين. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. منورين السويس ومنورين، وربنا يرزقكم، ربنا يرزقكم اكتر من كده كمان. ادي يا جماعه شغل جاي الراجل بعرقه لسه ما نشفش عرقه وجاي بالصيد وجاي عند احمد البوب. ده في عكر وغير في عكر وايه تاني؟ ايوه كله عكر ده. كله عكر؟ طبعا مفيش احلى من العمك. اه ده كنال. كنال؟ ما بقول لك العمك كنال. ليه؟ لان المناخ هناك حلو قوي يا حبيبي. المرعى المرعى بتاعته طينه يعني حلو. تمام تمام. مفيش شعب هناك الكلام ده. النهارده ربنا رزقك بالشخرم بس. الحمد لله. لا يعني مفيش صنف ثاني اقصد يعني. طيب احنا بندعي لكم من قلبنا ان ربنا يوسع رزقكم ويرزقكم برزق عيالكم. الله يكرمك. ها وتعودوا على عيالكم بترجعوا لهم كده بالخير يا رب دايما، ويحميكم وينصركم ويامنكم من البحر يا رب. الف الف شكر يا جماعه. شكرا يا حبايب. ابو حميد صورنا الناس. ها خد الفرشة اهو. صورنا الناس. فرخ وكشر الله اكبر عليها. بص تمام لسه بالظبط بتاعه ده. في دي بقى دي يا جماعه حريد بغبغان، انما ايه بص حاجه كده بقى بالظبط بتاعه. اجمل حاجه عندك. بص الظبط ده تمام، يعني سمك ده ما تحطش في ثلج عم احمد. طب والبوحه ده؟ البوحه ده ب70 بس. بكام؟ ب70 بس. تمام. حاطط احمر شفايف ده عم احمد. الهامور بكام؟ ايه؟ الهامور كيلو في كام؟ الهامور ب 130. 130 اه ده بتاع سنار ده اليوم بيوم وطالع من الفجر من الميه يا عم احمد. طيب بص اللي ده اللي هو ده ولا غيره؟ لا هو هو ده اللي انا ببيع منه. تمام. يا جماعه احنا شايفين يا جماعه اهو على الطبيعه الصيادين بينزلوا السمك وبيجي على الفرش على طول. تمام؟ شغلنا كله سنار يا احمد. السمك ده بتاع سنارة كله يعني بيطلع من الفجر وبيجي لنا على طول. يا ابو حميد يعني. على الهوا كده. على الهوا. واحتراما للجمهور جوار السويس. تمام. الشخر ده بكام؟ في واجب. واجب؟ لازم. انا هنقه لك 100 100. بص هو في كده يا عم احمد انا عايز عكر كله. حاجه تبقى صغيره. اه. وفي اللي هي العكره ببوس اسود. انا عايز ابو عكر ب 40 جنيه. طب وعشان خاطري انا؟ من غير فلوس يا عم احمد. هناخده مش بقول ب 30 35. ماشي يا عم احمد. ماشي؟ انا اقولك كمان 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو ابو موز اسود ده معانا يا احمد. لو الناس اشتكت مش هاجي لك تاني يا حاج. ده الحاج شخر. طيب شخر. يلا 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 يلا. انت بدات تغرف ليه؟ بدات تغرف ليه؟ لا 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 احمد حبيبي. حبيبي يا عم احمد هستاذنك في جمله صغيره كده. تمام. القهروية وبتوع المحافظات ما شافوش السمك ما زعلش منه. تمام. وده مش عيب. الناس جايه بنفسها اهو وجايه تجرب بنفسها. دي حريده؟ دي حريد. اه بيقولوا عليه بغبغانات. اه حريد بغبغان. قول لي بقى الطريقه المثلى عشان الراجل ياكلها. بص صلى على النبي. هتتنضف عندك بتاع تنظيف. اه تنضفها. احلى حاجه دي احلى حاجه الفيليه. اللحمة بتاعتها خطيرة يا عم احمد. يعني تتسلخ ولا؟ اه ودي لا عشان لا هتتسلخ. اه يعني من غير نجيب القشرة ونسلخه معجلة. اه تسلخه معجلة. تاخد مثلا النص اللي فوق ده تفتح زي السجاير. اللي هو الحتة المليانة لحمة يا جماعة. اه تعملها فليه والنص اللي تحت جزل بالعظمة عشان مطلع. انا هنعلم الراجل اللي هينظفها كده. طب برضو تعالى يا احمد. يا احمد على الهوا برضو عشان نستعرف. الواجب اللي بتاع دي كام؟ بص يا عم احمد ده مش كل يوم بسعر يعني. النهارده ده ب 100 جنيه تمام بتاع سنار. انا عارف. انزلها لي بس وشوفها لي بكام. استنى بس استناني استناني بس. ايوه والله يا عم احمد والله ما تحلف. ما بحبش اللي يحلف من غير حلفان. اه في بتاع خليج بيتباع ب 70 جنيه مالناش دعوه بيه. والله انا لا ما يخسرش ما يخسرش. انا وزنها له هعمل معاه. طيب 5 كيلو ونص ده 6 وربع. بص 570 وهنضفها لك واجب ليك يا عم. تمام؟ ماشي. في 80 بقى ولا في كام؟ لا احمد احمد الناس دي انا هنضفها لك واجب كل السنين. طب هتاخد رقم تليفوني وهتتصل بيها تقول لي يا ابن الله يبارك لك. طب يا احمد يا احمد ده خاطر احمد عبد المقصود بقى. هنضفها لك على حسابك.
لا ماشي السعر يعني سعر كام؟ ب 100. لا لا سمكه دي يا عم. لا انا بقول لك على الهوا. لا ميه من 60 تمام. احنا جايين من القاهره. ما انا عشان اكلك سمك صوص. احنا جايين من القاهره اعمل حساب كده. الكلام ده كله عيب يطلع في الكاميرا يا احمد. ليه؟ لا قص بقى. والله طلع غالي يا عم. لا 85 حلوه يا احمد. لا تخسر والله العظيم. طب 90 وما تتكلمش. لا بص صلى على النبي. انا عايز اقص مش عارف اقص. دي 5 كيلو ونص. 550 يا عم. عملنا ايه؟ تمام؟ 550 وهنضفها لك على حسابي يعتبر انت خدتها كده على 90. ما كيلو ب 5 جنيه ب 5 جنيه ب 25 جنيه. والنعمه دي على عينيا. لا دي حر انت حر انت.